أسعار جديدة لأسعار الدولار والعملات اليوم في البنوك والسوق السوداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب تكونوا دايما بخير اخواتي. أقدم لكم تحديث لحظي لأسعار الدولار والعملات في جمهورية مصر العربية في البنوك والسوق السوداء على مدار الساعة، فضلا دعمي اخواتي باشتراك ولايك. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم السبت 13/9/2024 من قناتي أنا وحياتي. سعر اليورو 53 جنيه 39 قرش، سعر الدينار الليبي 10 جنيه 13 قرش، سعر الدينار البحريني 128 جنيه 39 قرش، سعر الدينار الكويتي 158 جنيه 42 قرش. سجل اليوم الدينار الأردني 68 جنيه 28 قرش، سعر الريال القطري اليوم في البنوك المصرية 13 جنيه 25 قرش، سعر الريال العماني اليوم في البنوك المصرية 125 جنيه 69 قرش، ريال سعودي 12 جنيه 90 قرش، جنيه استرليني 63 جنيه 35 قرش، سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية 48 جنيه 37 قرش.